بعنوان الكهرباء تعلن انتهاء عصر المديونيات كشفت اليوم السابعة عن مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك آليات جديدة هيتم تطبيقها من الشهر الحالي لتحصيل مستحقات الوزارة لدى الشركات المنتفعة أو ال ال الشركات الممتنعة عن السداد أو الذين تراكمت عليهم فواتير الاستهلاك الشهرية ولم يقوموا بإجراء تسوية مع شركة الكهرباء التابعة لها